فيفا بيقرر رسميا إقامة مباراتي مصر وليبيا يومي 8 و11 أكتوبر بتصفيات المونديال. كانت المباريات تقريبا هتتلعب يوم 9 ويوم 12، ولكن خلاص رسميا المباريات مباراتي مصر وليبيا يوم 8 في القاهرة ويوم 11 إن شاء الله في أكتوبر في إن شاء الله في ليبيا. يوم 8 هتبقى يوم 30 سبتمبر الجاري كمان في مباراة ودية هتلعب ما بين الاتحاد ما بيننا وما بين ليبيريا، هتبقى يوم 30 سبتمبر وحدد لها 9 مساء في استاد برج العرب، والذي يستضيف أيضا مباراة ليبيا. مباراة ليبيا اللي هتلعب يوم 8 هيستضيفها برج العرب. مباراة ليبيريا الودية ليوم 30 سبتمبر هتبقى مباراة اختبار للمحليين، الراجل عايز يشوف بعينيه، ودي بداية جيدة جدا لكارلوس كيروش. واتحاد كرة القدم خاطب نظيره التونسي لتعيين طاقم تحكيم تونسي لإدارة المباراة الودية ما بين مصر وليبيريا.